طيب اليوم بناخذ موضوع جديد. طبعا احنا كل شغلنا راح يكون على السيرفر سايد كله لاخر الفصل. انا عارف وين خزنت انا عندي، بتخيل لكم هون شيء هاي سترينج. اليوم يا شباب بدنا ناخذ موضوع جديد اللي هو الفاليديشن، نتعلم كيف نعمل فاليديشن وشوية سيرفر كنترول، بما تظل معنا شوية وقت يعني نتعلم شوية كنترولز على السيرفر حسب كيف الوقت بسعفنا. تعرفين بكره هو عطلة صح؟ أنا مش عامل فولدر. بكره عطلة شباب مزبوط؟ فاليديشن دكتور بكره عطلة. أنا عامل أوبن ولا عامل نيو؟ أنا مش والله أنا عارف شو. كنت اعمل اوبن على فكره اول مره، نعمل بروجكت جديد فاليديشن، اعملوه دائما امبتي على اساس حجمه ما يكونش كبير، بدي ونضيف قد ما بدنا. ركزوا معي شوي، كيف يعني فاليديشن؟ احنا تعلمناه فاليديشن اصلا من سكريبت. الفاليديشن يا اخوان بتم على كلاينت وممكن يتم على السيرفر، ولكن الافضل انك تعمله على الكلاينت على اساس انك ما تاخذش ريسورسز من السيرفر. طبعا انا عندي عملت بروجكت جديد ما فيش فيه ولا ويب فورم، لازم يكون في اتليست 1 ويب فورم، فبعمل اد ويب فورم. انا ما بطلعش على التسميه، ما بتهمنيش بصراحه خاصه بالشرح يعني، بس تشتري ريال ويب سايت لا ضروري تعدل في الاسماء هاي. نروح على الديزاين، في ناس تحب تشتري سكلت يعني يشوف شو بصير، انا بحب اشتري على الديزاين. طلعوا يا جماعه الخير، حتى نعمل مثلا كيف نعمل فاليديشن بالعاده على اليوزر انبوت. في عندنا كثير فاليديشن هنا بتم، طبعا هنا باي ديفولت شباب بتعامل مع الجي كويري، وممكن انت تغير الديفولت وتعمله على الجافا سكريبت، فانت بتختار اللغه اللي تعمل من خلالها فاليديشن، يا بتستخدم الجي كويري او بتستخدم الجافا سكريبت. باي ديفولت هو الفيجوال ستوديو بيستخدم الجي كويري. كيف بدنا نفعل اللايبراري او الباكيج الموجود فيها الجي كويري؟ راح نشوف بعد شوي كيف نتعامل مع هذا الحكي. المهم احنا كيف نعمل فاليديشن على اليوزر انبوت، يعني اليوزر لما يدخل داتا لازم تكون هاي الداتا valid. وvalid انت بتحط كريتيريا كيف يعني valid، مثلا لازم يكون في قيمه او لازم تكون القيمه مثلا اكبر من 50 اقل من 100 within range معين. اذا كان في عندك انت اكثر من input لليوزر انت ممكن تحدد كمان ايش القيم علاقتهم ببعض، هاي لازم تكون اقل من هاي، يعني مش معقول مثلا واحد يشتغل عدد ساعات اقل من الريت مثلا مش معقول مثلا تسجل بالفصل مثلا او تكون مثلا كريدت اور مثلا اكبر من 4 ساعات بالماده، مش معقول. ممكن تكون اليوزر هون بيخطئ في الانبوتس، فانت هون بتعمل عليه فاليديشن على الاشياء اللي بتدخلها اليوزر. وانا نصيحتي لك حاول قلل قديش بتقدر من اليوزر انبوت على اساس انك اليوزر ما يغلط ويدخل قيمه مش حقيقيه. واذا اليوزر اضطريت انك تخليه يدخل قيمه حقيقيه مهم جدا انك تعمل عليها فاليديشن. على سبيل المثال ناخذ مثال بسيط جدا شباب، ندخل قيمتين اكس واي ونحاول نجري عليهم بعض العمليات جمع ضرب قسم كذا، بس نحاول برضه نعمل عليهم فاليديشن. وركزوا معي مليح، هسه انا بدي احط هون للشباب اكس واي وبدي احط ليبل اكس مثلا واحط تكست بوكس واحط فيه قيمه اكس، يفضل عشان الترتيب تحطهم داخل تيبل. كيف نحطهم داخل تيبل هذول؟ بتروح هون في المنيو فوق تيبل شايفينها انسيرت تيبل، وبتحدد الروز والكولومز زي ما انتم شايفين 2 ب 2 مثلا. ممكن تعمل انت عدد الروز يكون مثلا 3 ما في مشكله. طلع شباب الويت في البيرسنت ولا في البكسلز؟ 100% كثير بصراحه، خليه 30% من عرض البيج. في بادنج وسبيسنج بلزمناش بصراحه، في كلرز وفي قصص بلزمنيش، في بوردرز ممكن تعمل بوردر ممكن تغير الكلر، فاهمين شو قصدي يعني القصص؟ انا ما بدقش عليها. في باك جراوند ممكن تحط انت باك جراوند كلر مثلا هذا اللون مثلا،
خلاص هاي نيو، اوكي طلع كيف صارت شباب، في خط اخضر ما بعرف شو مبين عليكم. اني ويز هون بدي اكتب انا مثلا، ممكن اكتب اكس هيك، ممكن احطه في ليبل، بس اذا بدي احطه هيك بقدرش اعمل هاي زي الفور اربطها انا في داخل الليبل احسن. الليبل انك بتربطها انت، الليبل دوروا لي عليها الليبل، انا شايف يا زلمه هاي ليبل، هاي ليبل 1 مثلا، بقدر اعمل الليبل كوبي بيست دير بالك، هاي ليبل 2 شفتوا كيف، هاي الليبل نحط فيها مثلا، طلع هاي تكست اكس، تقدر انت تغير فيها كمان، طلعوا الفونت، هاي الفونت زائد تكبس عليه بتطلع هاي بولد مثلا الخط. شباب انا بدقش على القصص هاي، يعني بس بنحكي عرفها، بنحكي عرفها، بتغير نوع الخط كمان، بتغير حجم الخط السايز، لارج، خلينا لارج. بس انا بديش اقعد اعمل نفس الفورمات لهي، بمسح بمحاها بصراحه، وبنسخ هاي الفوق عشان ما اضلش اعيد وازيد، بعملها كوبي بيست، بغير هون محل اكس، شو بحط هون ايش واي. بس بدنا نجيب تكست بوكس هون، تكست تكون تحت حسب الالفابيتيكال اوردر، هاي تكست بوكس 1 هاي تكست بوكس 2. طلعوا شباب بس هاي الليبل مربوطه في مين؟ شفت اللي بحب احط ليبلز انا؟ اسوشيتد كنترول اي دي في تكست بوكس 1، على اساس لما تعمل كليك كيف هاي الفور، ذاكرين هالفور لما كنا بالاتش تي ام ال نعمل فور نحط اسم الكنترول او الاليمنت، ذاكرينها. الواي مثلا لمين الواي؟ لمين جاي؟ اسوشيتد مربوطه مع مين؟ مع تكست بوكس 2. طيب حلو، بس احنا هون بنقدر نضيف باترون كمان عشان نعمل مثلا عمليه او وات ايفر، بدنا نكون مثلا اد. شوفوا كيف صار الترتيب بالفور، بتعمل ران انت، التيبل رتبت لي الموضوع كثير، التيبل بصراحه كثير رتبت الموضوع. طلعوا كيف طلعوا شباب كيف الترتيب. هسه ممكن هاي انت على فكره هاي شبين بتطلع هون داتا، انا عندي الهيستوري هاي على فكره بقدر الغيها انا، ادور بس شو كان اسمها اشي، اوتو كومبليت، اوتو كومبليت شباب هاي حطها ديسيبل، اوتو كومبليت مش طنان نحط لي اياها ديسيبل، بدنا نجرب نعمل عشان ما يضلش يطلع لك زي ال كل مره المنيو هاي. شوف كيف اسوشيتد كنترول اي دي فادتني هون، ما عمل كليك على الواي جاب الكيرسر على واي صح، وراحت هاي القيم تطلع لي هون، شلت الهيستوري، طلع الاكس اللي هون عمل كليك على اكس، طلع كيف وين جاب لي اياها الكيرسر، جو طلع دايركت كليك على واي وين جاب لي الكيرسر، فاهمين زي الفور شباب. طيب بس انت حط شو كيف اعمل، بيعمل سبمت للفور، طلع بيعمل سبمت، طلع كيف هاي بالدليل البراوزر كيف بيعمل هون ران، طلع كيف بيعمل بيعمل بوست باك، بس لو انا بدي احط فاليديشن ما بيعملش بوست باك الا اذا كانت القيم اللي هون فاليد حسب الكريتيريا اللي انا بحطها. زي ما قلت لكم هو باي ديفولت بيعمل فاليديشن باستخدام الجي كويري، فاذا انا ما كنتش منزل اللايبرري بتاعت الجي كويري مش راح البرنامج عندك يشتغل، بس راح نتعلم كيف نعمل ان فاليديشن. شباب تيجي على ستاندرد، كل ستاندرد في هنا منيو جديد، هي منيو لحالها اسمها فاليديشن، شايفينها في التولز في التول بوكس، في عندك ستاندرد في داتا فاليديشن نافيجيشن لوجن ويب اجاكس كذا اتش تي ام ال دايناميك، في كثير قصص، فانا بدي هون مثلا فاليديشن، فمش قاعد بحكي، فبدي فاليد باك بس على فاليديشن. شو عندك كومبير فاليديشن كاستم فاليديشن ناخذها بعدين، هذول كاستم رينج فاليديتر مليحه، ريجولر بعدين ناخذها، في عندنا ريكوايرد فيلد، هاي مليحه، مش شرط انت شباب يعني الريكوايرد فيلد تحطه هون جنب الكنترول يعني، لا مش شرط، جيب الريكوايرد فيلد انت مثلا زدته هون عادي، ما حدش له عندك تحت، هذا الريكوايرد فيلد اضيفه بس على مين؟ على التكست بوكس 1، تكبس عليه، اكتبه علي مظبوط شباب، اهم خاصيه في هذا كنترول تو فاليديت،
لما تروح على البروبرتيز ويندو على اليمين، حس حالي بحكي مع حالي. لا نطبع معك دكتور، مطبعين شباب يعني ساكتين شو؟ نستنى فيه تعال شغل حلو يعني فاهمين القصة. نستنى طيب أنا مش مستعجل عادي الأمور. إيش أخذناها في الHTML صح؟ بس إحنا قاعدين طبعا طبعا فيه. بس إيش يعني الحلو فيه هنا شباب، طلع كيف الفيجوال ستوديو، كيف الرابط أبليكيشن ديفلوبمنت، أنت فيش داعي تبني السكريبت كله بالضبط شباب، فيش داعي إنك تبني هذا الحكي. إحنا بنحب نعلمكم إياه، احنا يعني بنحب نعطيكم بعض التولز، احنا لازم نشرح لكم فاندمنتالز بصراحه، بس حلو تتعلم بعض التولز اللي بتساعدك. ليش بقعد ابني الاتش تي ام ال انا من الصفر مثلا؟ اذا انا في اشياء تريفيا بدي اعملها انا بقدر اسويها دغري يعني من دون ما اقعد امد واجزر يعني اطلع. على فكره فاليديشن الموضوع كبير على فكره هون شباب، واحنا بنعطيه بالعاده شابتر منفصل. اذا وقت اسعفني الفصل هذا راح، الفصل اللي فات ما اسعفناش الوقت كثير، الفصل هذا اذا اسعفنا الوقت راح اعطيكم اياه بالتفصيل شابتر كامل كيف تعمل سيرفر فاليديشن وكلاينت فاليديشن كمان، ولحاله بيعمل جنريت للجافا سكريبت او الجي كويري وبعمل فاليديشن بدون ما تكتب حرف انت، بس تعمل مع كنترولز. وهذا الصح، ايش بدك تكتب كود؟ تكتب كود تغلط انت. طيب بس حلو تعرف برضه كيف تكتب كود، وحلو تعرف تشتغل على التولز جاهزه، حلو تعرف ايش شغلتين، تعرف تكتب كود من الصفر وبتعرف تستخدم تولز جاهزه، هذا الصح تكون قوي كثير. مغرم بالحكي هذا بقدر اتعلم رياكت يا شباب، اللي بحابب شايف حاله بيها كثير في الفرونت اند بقدر يشتغل رياكت، وانا بنصح فيها ولا كثير مجال للعمل في السوق عندنا هون برام الله بلاد شركات تطلب رياكت، فانا بنصحكم فيها وبشده. طيب ريكوايرد فيد فاليديتر شباب، انتبهوا علي شو بيطلع في خصائصه، كنترول تو فاليديت، يعني انا بدي اعمل فاليديشن لاي كنترول مثلا لهذا، هذا شو اسمه تكست بوكس 1 الاي دي تبعه، فلما اكبس على الفاليديتر نفسه بختار الكنترول اللي بدي اعمل له فاليديشن، كنترول تو فاليديت بختار هون من المنيو لحاله يجيب لك اياه هنا طبعا شو تكست بوكس 1 الاشياء اللي ممكن يعمل عليها فاليديشن. بس الليبل بسويش عليها فاليديشن انك بتدخلش نص، هو بتطلع وين بتدخل نص انت في تكست بوكس، فبيجي هو بتعرض لك كل التكست بوكسز وانت بتختار الكنترول المناسب. كمان في عندنا خاصيه هون شباب مهمه جدا، المسج اللي بده يطلع لك مثلا هون ستاتيك ولا دايناميك ولا نون، شو الفرق بينهم؟ خلينا نشوف ستاتيك المسج، هيها ايرور مسج، شو يطلع لك ايرور مسج؟ اكس از ريكوايرد مثلا، اي شيء مش مشكله، اي مسج انت تحط انت تحددها، في فونت وفي كلر بيلزمناش، يعني انت هذا بيرجع لك بيلزمنيش، هذول اهم خاصيتين تغيرهن في القصه هاي. طلع شو اللي بصير يا اخوان هون، طبعا ستاتيك شان ستاتيك يعني حجم المسج هاي محجوز يا شباب، حجم الرساله محجوز، محجوز دائما بحجز مكان للمسج اللي بدها تطلع لليوزر في حاله صار في عندي ايرور، يعني طبعا ما يكونش في وراها في كنترول هون تظهرش عندك. شوف انا حديثي اعمل رن كيف ستاتيك بضل دائما حاجز مكان للرساله. لحظة مش مبين شو هون صح؟ فيش كنترولز يعني. اكبس هون، طلع شو اعطاني شباب هو. شو اعطاني؟ ويب فورمز ان ابستروسيف فاليديشن مود ريكوايرز سكريبت ريسورس جي كويري، شباب الباكج بتاعت الجي كويري مش نازله. واحنا هسه بدنا ننزل الباكج، هذا اذا الايرور هذا بيطلع لك بدك تنزل. اذا بدك تتعامل مع الابستروسيف فاليديشن مود، يعني هاي معناته شباب بدك تستخدم الجافا سكريبت، اذا تعمل المود هذا نون معناته بنستخدم الجافا سكريبت، اذا كان هذا المود فاليد يعني اكتيفيتد ما بيكونش نل معناته احنا بنتعامل مع الجي كويري، فهو بتطلع على الجي كويري بالكاش الباكج تبعت الجي كويري معمول لها انستوليشن، فانت بالحاله هاي بدك تنزل ال كول معي الباكج، بدك تنزل الباكج تبعت الجي كويري. ماشي شباب، كيف بدنا ننزل الباكج تبعت الجي كويري؟ السؤال اللي بيطرح نفسه كيف بدنا ننزل الباكج تبعت الجي كويري، بسيطه جدا العمليه، بطفي الحكي هذا بنسكر هون نعمل كلوز، بنروح على البروجكت تبعنا هون رايت كليك عليه شباب في نوجت هاي فيها وين راحت هاي مانج نوجت باكجز، نكبس عليها هاي
نعمل براوز وبندور يا شباب على ASP.NET Script Manager jQuery. بس تحيل تقعد تعمل براوزنج بالطريقة هاي يا شباب يعني صعب، لأنه عدد الباكيجز بصراحة شوي كبير. فأنت الأسهل لك هون تعمل عليها سيرش، مثلا اكتب jQuery وشوف شو في عندك في الجي في الجيكويري شو بيطلع. أنا قلت لك ASP.NET سكريبت، هاي يا شباب ASP.NET Script Manager شفتوها، ASP.NET Script Manager jQuery، هي احفظوها، هاي لازم ننزلها حتى تتعامل مع الجيكويري. هون على اليمين طلع شو في عندنا، على اليمين في عندنا انستول، تعمل انستوليشن، طلع لي بروجكت هنا اوكي طبعا، طلع على اليمين هنا كيف ضاف الجافا سكريبت الجي اس فايل سكريبت تاعت الجيكويري حاله، شفتوا كيف؟ هسه انت اذا بتشغل المفروض عندك البروجكت يشتغل حلاوه بدون اي مشاكل. هسه المفروض يعمل فاليديشن باستخدام الجيكويري من دون ما يظهر، فهمتوا علي يا شباب؟ بنعيد كمان مره، تروح على الفاليديشن وتروح على نجت باكيجز وبتعمل براوز وبتدور على ASP.NET Script Manager jQuery. اذا بتكتب انت فوق سيرش على jQuery بيظهر لك، هون بتيجي على الانستولد اللي اوريدي يعني انت منزلهم ASP، هي نزلناها قبل شوي ASP.NET Script Manager jQuery، مفهوم يا اخوان؟ بعد ما تنزلها هون تعملها انستوليشن، فيهم تعملها انستول طلع تلحاها يعني، بعد ما تعملها انت انستوليشن بتكون نازله عندك وتمام، وهيك مفروض يعمل فاليديشن باستخدام الجيكويري. دعم الرن كمان مره، دعم الرن للكود المفروض ما يعطيش ايرورز انك انت اوريدي نزلت الجيكويري، ويعمل فاليديشن باستخدام الجيكويري. حتى نجرب نعمل هنا اد مثلا نكبس نعمل سبميت، شفت كيف اشتغل الفاليديشن؟ شو كتب لي هون؟ X is required. X يعني لازم ادخل قيمة هون على X. لاحظ بدخل هون قيمة، روح مش مشكلة، ما في عنا أي قيمة. واضح يا شباب؟ بس شو قصة الستاتيك؟ نرجع على قصة الستاتيك والديناميك في المسجز. شو قصتها هاي؟ بتبينش معك إلا إذا كان في كنترول جنبها. تعال نرجع على ستاندرد هون. جيب بتون، حي الله بتون، حط لي إياها جنبها إن سمحت هون. بتلاحظ يا شباب إنه البتون دائما زايح في حجم المسج. أمرا نشوف كيف. البتون زايح في حجم، دائما محجوز مكانه ستاتيك، يعني دائما احنا حاجزين مكان للرساله. اذا بيجي بعدها كنترول بتبين معك، اما الدايناميك لا، طالما انه مش عامل فاليديشن. طيب كيف زايح البتون؟ لاحظين كيف زايحه؟ زايحه عامل هاي زايحه، ده الدليل انه حاجز مكان للرساله. شفتوا كيف دائما زايح؟ بس اذا بختارها دايناميك، لا اذا بختارها دايناميك برجع البتون محله. هاي المسج بدل الستاتيك شباب دملها دايناميك. دام الرن شوفوا كيف اختلف الوضع، لا بزيح البتون على الشمال، ولما يصير في مسج بزيحه على اليمين. فهمت شو قصدي؟ شفتوا كيف بنحط البتون كانه فيش وراه رساله، لاحظ. بس اذا بصير في ايرور فاليديشن بزيح البتون. وضحت شباب؟ واضح. بس لو كنت محلك يا عم احمد لا بستخدم لا هاي ولا هاي، فاهم علي شو قصدي؟ بستخدمش لا ستاتيك ولا دايناميك. لا شو بتستخدم؟ نون نون ديش رسالة. بس تعال على الفاليديشن هون، استخدم الفاليديشن سمري، ارتب اشي بكتب لك هيك بليست ارتب بكثير شباب. طالما ارتبها حط ما تحطش رسائل بالمرة. إذا بحط ستاتيك وديناميك وبحط الفاليديشن سمري بعرضها الرسالة مرتين، مرة بالمسج هناك ومرة بالفاليديشن سمري. فهمت شو قصدي؟ مرتين بكتب لك الرسالة. هاي بتون أرتب هيك شباب صح؟ خلاص حط فاليديشن سمري، إيش مرتب؟ مفهوم يا شباب؟ نعمل فاليديشن كمان على واي، نعمل شو علينا؟ ليش اختفى عندي هنا التول بوكس شباب؟ مين بقول لي ليش اختفى التول بوكس؟ ترى بتشتغلوا شو على الفيجوال ستوديو؟ هيو تحت موجود جنب السيرفر اكسبلور. كيف؟ دكتور لانك مش مطفي البروجكت لساته شغال. سكتوا هذا
بروح شمال فاليديشن كمان مرة، بجيب required field validator، طلعه بجيبه وحطه أي مكان مش مشكلة هون إن شاء الله، فكش معي. بنعيد الكرة control to validate، شو هالمرة شو ما نعمل validation على text box 2 رسالة حط لي إياها نان، وحط لي بهالمرة why is required. واضح يا شباب؟ خلاص هاي يقولكم وعمرا نشوف كيف صار الوضع. هسه بدور لك تو ايرور مسجز، واحدة لإكس واحدة لواي، واللي مدخل فيها بتظهر لك شكويني. سهل يا شباب صح؟ حط قيمة هون خمسة مثلا، اعمل هذا بضلها هون. شفتوا كيف مرتب الوضع؟ دخل قيمتين فيش أنا أي مشكلة. طلع كمان شو ممكن اعمل فاليديشن، مش بس هيك ممكن اعمل شباب رينج فاليديتر. كيف يعني وين راح هذه الفاليديتر؟ هيا شباب في رينج يعني ممكن احط على نفس الكنترول اكثر من فاليديتر. طيب تعال نحط كمان رينج على اكس، بفركش صفاتهم جنب بعض ولا بفرك معك. تعال حط الرساله، اهم شيء الرساله هي عشان ما تخربطليش البيج. حط لي اياها المسج، حط لي اياه هنا نان، وحط لي مثلا اكس must be between 1 and 10. تمام، وكنترول تو فاليديت. بس ركز معي يا شباب، هذا فيه تريك. كنترول تفاليديت تكست بوكس 1، لاحظتوا شغله؟ هسه في عندي تو كنترولز على نفس الـ الاتريبيوت صح؟ عفوا، في عندي تو فاليديترز على نفس الكنترول، فاليديتر ريكوايرد فيد فاليديتر، وهسه صار في عندي رينج، مضبوط يا شباب؟ ممكن هي، بس لاحظ في هون تريك. شو هو التريك؟ لازم يا شباب هون نحدد نوع البيانات. الرينج الداتا باي ديفولت باخذها از سترينج، شايفينها؟ ديروا بالكم. بعملش فاليديشن اذا كانت سترينج، بخربط. تعمل فاليديشن هو، بس بعملش فاليديشن قيم صحيحه، بصير يخربط. فاهمين علي شو بحكي؟ بصير ياخذ الرقم از سترينج واسكي، بصير يطلع الاسكي تبعه. احنا بدنا الرقم نفسه شباب، بدنا الرينج مش بدنا الرقم نفسه. تكبس هون تحط انتجر، ممكن تحط ديت كرنسي عمله، حط انتجر هون. انتجر عندنا صح؟ هاي اهم، مش تنسوا لي اياها، هاي مهمه، بيطلعش عندك بقارنش. تضيف كمان رينج فاليديتر انا هون على واي مثلا، نفس العمليه بنعيدها كمان مره. شو بدنا نعمل هون؟ كنا سوري، بدنا فاليديتر هون كنترول تو فاليديت تكست بوكس 2. شفتوا كيف تو فاليديترز على نفس الكنترول؟ حط لي الرساله هاي نان، كله هون مثلا بدنا اياها تكون واي هالمره، واي must be between 1 و10. حلو شباب لهون، وانزلها على النهايه حط لي انتجر. هات نجرب بيشتغل، هات نجرب. متأسف نسيت احط فيه هذا الرينج فاليديتر، في برضه نقطة نسيتها. في عندنا شباب الماكسيمم، طب الرينج من وين لوين؟ حطينا مش حطينا رينج بتوين كذا، في هنا ماكسيمم فاليو ومينيمم فاليو. قد ايه ماكسيمم فاليو عندي حسب ما انا بدي؟ 10. وقد ايه مينيمم فاليو؟ 1. الثاني قد ايش الماكسيمم فاليو هون؟ الماكسيمم قد ايش عندي؟ 10. وقد ايش المينيمم فاليو؟ 1. واضح يا شباب؟ عشان نحدد لازم تكون القيمة بس واقعة بين 1 وبين 10. ورد بنعمل فيو على البراوزر. تشكل 12 7
شفتوا كيف شباب شغال 100%؟ 10 بمركة، واضح يا شباب؟ طب تزعلوش، لازم نعمل، او مش لازم عفوا، في كمان فاليديتر كومبير بنسميه. عارف ايش يعني كومبير؟ يعني بيقارن القيم هذول ببعض. معايا يا شباب انتو؟ كيف يعني؟ انا بقول لك لازم قيمه اكس تكون اكبر من قيمه واي، او قيمه واي اكبر من قيمه اكس، لازم قيمه كذا لا تساوي قيمه، لا تساوي مثلا قيمه، لازم قيمتين ما يتساويينش ببعض. فاهمين علي شباب؟ بديش كيف بتساوي مثلا، كان ليش كان مختلفة، كيف فاهم نعملها؟ عادي بتروح على الفاليديترز، في كومبير فاليديتر شايفين هاي، تجيبه طلع كيف الكومبير شباب، بقارن، طلع شباب، كنترول تو كومبير، كنترول تو فاليديت. انت بدك تعمل فاليديشن عن قيمة اكس ولا واي، بتعمل فاليديشن على قيمة واي، يعني اني يعني انه تكست بوكس 2 بدي اقارنها في مين يا شباب؟ في تكست بوكس 1. تمام، بدي الرساله تكون نون. طلع شو في هون، the values should not be the same، لازم كان مختلفة. طب شو عندنا يا شباب هون؟ التايب انتجر، كمان في عندنا اللي هو شيء كريتيريا اوبريتر. الاوبريتر يا شباب شايفين الاوبريتر ايكوال، لا مش ايكوال، نوت ايكوال. لا لازم يكونوا ايكوال صح عشان يتفعل، صح مظبوط. اذا كان ايكوال بتفعل الفاليديتر صح. ولا لا، اذا كانت اكبر اكس اكبر من واي ذاتس فاين، ايكوال بمشيها، لا لازم نط ايكوال عشان نط ايكوال. أكل حال بجربها مش مشكلة. نعطيك ولا دكتور؟ نعطيك ولا هي نعطيك ولا. هات نجرب 5-5. هات لك حصلها معنا الفاليديترز. يس. لا هتدخل مثلاً 6-56 غلط. دخل 8 بمركها. شفتوا كيف شباب؟ يعني هذا الحكي بسيط جدا، اسهل ما تقعد تبني انت جافا سكريبت. راح اطلع من هنا فيو بيج سورس، راح تلاقي عامل هو ريفرنس على جافا سكريبت، هو السيرفر طبعا بيعمل جافا سكريبت فايل وبما عليه لينكينج. احنا نشوف شو جافا سكريبت هون، واضح يا شباب؟ اون كليك، بس طلع شو بعمل اون كليك، شو بعمل اون كليك، هو بشغل جافا سكريبت عنده السيرفر والمخزن طلع. انت كبروجرامر ما تتدخل اطلاقا بهذا الحكي. طلع الجيكويري، طلع السورس، طلع السورس يا شباب، طلع السورس ويب فورم ونسبمت، طلع السورس، طلع شباب. شغله ثاني، طلع نقدر نعمل هون نتعامل معه بالجافا سكريبت هذا الحكي فور شور يس. كيف نعمل، كيف بدنا نستغنى عنه نعمل جافا سكريبت؟ كيف؟ ولا في ابسط منها، بتروح على السي شارب على البيج لود، على الكنترولر بيج هاي سميناها صح. انا بترسف، انا بترسف فاليديشن مود، انا بترسف فاليديشن مود بتساوي انا بترسف فاليديشن مود دوت نون. دوت نون شو يعني؟ بدنا نلغي الفاليديشن باستخدام الجيكويري ونستبدله في الجافا سكريبت. اذا هاي الحركه انت بتعملها في البيج لود، انت بتستغني انك تعمل انستوليشن في النوجت للجيكويري. شباب معي انتم بالله؟ معك هاي الدمحات، طلع انا انستول.
كم تعمل البروجكت؟ كم تعمل البروجكت؟ ده اجي هون بدي اعمل عليها هاي كومنت، مش لازم بس يعطيني ايرور؟ مش لازم يعطيني ايرور شباب هون؟ عشان حذفناها طبعا، عشان حذفناها. شفتوا؟ مظبوط؟ بس لاحظ انا لاني لما افعل الجافا سكريبت لما بدي استخدم الجيب كويري مفروض ما يعطيش عليها ايرور ويعمل فاليديشن اكزاكتلي زي الجيب كويري. طبعا الجيب كويري شباب يعني احدث وبيعمل فاليديشن عادي. فهمتوها؟ فهمتوها يا شباب؟ واضح. سهل صدقوني انها اسهل من ال HTML. الاماني ما هو امتع هذا الشغل من ال HTML والحكي الفاضي بكتير. انا شخصيا بحب هذا الشغل اكثر، بس في ناس خلاص عنده هواية بالديزاين والقصص يعني. قلت لكم تعلموا رياكت. حتى نتعرف شباب كمان هون على الكنترول. نشوف شو في طلعوا شباب تعمل هون شغلتين. لما عمل اد بدي اياه يطلع لي اياها، ترى كيف الفن برضه هون بدي اياه يطلع لي اياها زي اليرت. فاهمين شو قصدي؟ يعني لما عمل اد اكبس اد يطلع لي اياها في داخل اليرت، يعني دبل كليك طلع شو بساوي. كيف يطلع لي هون؟ شو بنعمل؟ استخدم شباب نرجع هسه هون احنا طلع شو بسوي؟ بدي ارجع للبراوزر كود HTML. ركزوا معي، بدي ارجع للبراوزر كود في HTML، يعني زي رو كود في HTML. يعني مش انا كنت لك الابلكيشن سيرفر بحاول الحكي هذا لكود HTML وبعرضه على البراوزر، لا انا بدي اوديه. اذا بدك تبعث للبراوزر كود HTML جاهز انت بتطبش فيه الابلكيشن سيرفر، تستخدم ريكوست، عفوا نستخدم ريسبونس. في عندنا تو اوبريشنز عندنا هون شباب، ريسبونس وريكوست. ريسبونس لما بدي ابعث للبراوزر، ريكوست لما بدي استقبل من البراوزر. ريسبونس لما بدي ابعث للبراوزر، ريكوست لما بدي استقبل من البراوزر كسيرفر بحكي معك. لما السيرفر بده يمسك البيانات اللي وداها البراوزر نستخدم يا شباب الريكوست. لما السيرفر بده يبعث للبراوزر شيء response نسميه. فنستخدم الريسبونس هون انه السيرفر بده يبعث للكولوم اللي بده يبعث للبراوزر response.write. شفتوا الفانكشن رايت؟ وداخل رايت انت هون قاعده اكتب HTML. احنا بنعرض يا شباب alert، فلما تحطه داخل سكريبت عادي صح؟ شو بكتب له هون؟ طلع كيف بكتب HTML عادي سكريبت. وسكر السكريبت هون، طلع كيف سكريبت. جوات السكريبت شو نحطيه هنا؟ خلينا نعرف هون فاريبل، معلش مثلا انتجر ريزلت يعني بتساوي انت 32.بارس. شو شباب تكست بوكس 1 شو ما عملهاش هاي جوات اللي شو اسمه دوت تكست، حول لي اول قيمه لشو هو زائد انتجر صح 32. عارفين هاي صح اخذناها قبل هيك، بس محل واحد نحط 2 فاصله منقوطه. شفتوا كيف؟ يعني اخذ التكست بوكس 1 وات از انسايد تكست بوكس 1 حوله لانتجر، اخذ وات از انسايد تكست بوكس 2 حول اياه لانتجر، وجمع انتجر زائد انتجر. شو الجواب؟ انتجر خزن لنا اياه في ار. بعدين شو عملنا؟ ريسبونس دوت رايت، response.write. شو نطلع شباب في alert in كوسين. تقدر انت هون شباب في الالرت طلع شو بنكتب له مثلا. r مفهوم يا اخوان؟
واضح سهلة كثير. مرة نشوف كيف صار طاليها داخل. شفتوا كيف احنا يعني نتعامل؟ هاي 6 و8. كيف الوضع؟ سهل صح؟ بس أنا إذنكم ثواني هسه برجع لكم، معلش ثواني. في أسئلة هون؟ طلع شو نعمل هسه برضه حركة حلوة كثير. شو رأيكم نحط الأوبريشنز داخل الدروب داون ليست؟ وبس يكبس عليها اد ولا مل ولا كذا بيعطيني هو. فهمت شو قصدي؟ بس اكبس بيعطيني الناتج. فاهمين يا شباب شو قصدي؟ يعني edit items نضيف اد مال ديف خلاص بكفي هاي اوكي. بس يكبس عليها مركزين شو قصدي؟ بس يكبس عليها هو بعرض لي الناتج تمام. يعني اذا كان اد بجمع، اذا كان مال بضرب، اذا كان. بس لاحظوا شباب، بس انت لما تكبس على البتون هون انت بتعمل بوست باك على السيرفر. يعني هو البتون باي ديفولت بيعمل بوست باك. بوست باك تبعه شو بيكون؟ البتون شو بيكون البوست باك؟ بوست مش حاطين خاصيه في البتون، اتس اوكي مش مشكله. بس البتون باي ديت فين البوست باك يو ار ال؟ بعدين مهم جدا الخاصيه، بعدين نجي لها. البوست باك شباب باي ديفولت مفعله بتكون في البتون، بس في الدروب داون ليست البوست باك فيه ما بتكون مفعله. اوتو بوست باك، في اوتو بوست باك هون ما ظنيتش. في البتون اوريدي مفعله، بس في الدروب داون ليست طلع الاوتو بوست باك شباب شو محطوطه؟ فولس. خليها فولس، رح فرجيكم شو بصير. انا شو بدي اعمل لما اغير في الاندكس تبع الدروب داون ليست؟ دبل كليك عليه. شو كتب لي هون؟ دروب داون ليست وان سيلكتد اندكس تشينج، لما تغير يعني. طب احنا كيف بدنا نجيب وات از انسايد تكست بوكس او ليست بوكس 1؟ هاي شو كيف بدنا نجيبه هون؟ شو سيلكتد بالضبط؟ سيلكتد ايتم. اذا احنا شو بدنا نعمل هون؟ بدنا نجيب السيلكتد ايتم صح؟ بدنا نعرف سترينج. على فكره اسكيبتر شباب هون ديروا بالكم، سترينج مثلا او بي اوبريشن بتساوي دروب داون ليست 1 دوت سيلكتد ايتم. سيلكتد ايتم يا شباب، سيلكتد ايتم دوت سترينج على اساس انه يجي في الاوبريشن. اف operation dot equals زي شغل الجافا شباب، equals على سبيل المثال كانت مل، وكيف الاسمول بتفرق معنا دير بالكم. عملت مل انا، اذا كانت مل بنجيب هذا الحكي كلياته response مش عارف ايش وبس. مش معرفين ار. طيب بنجيب هذا الحكي، فاهمين علي انتم شباب شو بسوي كات صح؟ مش معقد العمليه، بحطها بين قوسين عشان اولويات، بزتهن هون. فاهمين يا شباب شو القصه صح؟ مش معقد العمليه. بدل ما كنت اعرف فاريبلز يعني. إلس بدي اسخن هذول كل النسخ. اذا كان الاوبريشن عندي عفوا، هاي اد صح، خليها اد. اذا كان مال اضرب، شو عملت انا؟ ديف بجوز صح. else
خليها إلس، حطش إلس لحالة إنه ممكن تضيف كمان operations. كان ديف اكسم مفهوم يا شباب؟ سهلة هاي، فهمتوها كيف عملتها أنا؟ اف إلس حتى نشوف نعمل ران، بس مش رح يصير شيء. طلعوا ليش؟ طلعوا ليش؟ لو جينا حطينا هون مثلا انا عارف 7 و9 ما صارش شيء. ليش؟ في واحدة ايتم زيادة هون بس نشيله. ليش؟ دكتور عشان الفولس هذيك لازم احطها ترو. برافو عليك. لانه شباب الدروب داون ليست مش قاعد بيعمل بوست باك، عشان بوست باك مش قاعد بودي للسيرفر. مش زي البتون باي ديفولت بيعمل بوست باك. ما بيعمل بوست باك. طب كيف نخليه يعمل بوست باك؟ تفعل اوتو بوست باك بروبرتي. تيجي هون عليه في اوتو بوست باك. تعملها ترو بس هي زي البتون يعمل بوست، يعمل صبت يعني. بس يعمل صبت على السيرفر. روح لي هون على السهم الصغير ايديت ايتمز في سبيس زياده. بدنا نشيله هذا. تعمل اوكي. بس اهم شيء تعمل بوست باك اوتو بوست باك تعملها ترو على اساس يصير يبعث للسيرفر. بس في ناس بعدها مش منزل الفيجوال ستوديو صح؟ في انا مشكله بالكود 18 صح بس ليش المال المال عمل دبل ال؟ طلع شباب انا بالغلط عمل المال دبل ال، بدنا نعدلها. الديف شغال 0 صح، 8 تقسيم 10 غلط. كيف نعدل المال؟ بنروح على السهم الصغير ايديت ايتمز المال ونشيل ال اللي هون. تمام هيك المفروض في 100% يشتغل. مفهوم يا اخوان؟ 8 9 مال جميل جدا سهل صح. اذا اليوم علمنا نعمل فاليديشن على بعض الكنترول. نعم نعم يا زلمه يا زن صوتك بقطع عيد. أقول لك دكتور جرب حط ديف. ديف بيطلع صفر. بيطلع صفر يا زن. تمام لأنه على الرقم الأول. يعني يس. بالضبط حط 10 حط 2 المفروض يعطيني كده 5. تمام دكتور. ممكن نعملها هاي كمان شباب الحركة. ممكن نعملها كمان باستخدام طلع شباب الراديو باتونز. في راديو باتونز والراديو تحت بتكون في راديو باتون ليست وفي راديو باتون. انا بفضل شخصيا الراديو باتون ليست. بجوز اليوم نحكش كلكم ليش بس شباب ذكروني رجاء ان العطلة العيد ستكون طويلة شوي وما بنسى يعني ذكروني فيها القصة هاي. قولوا لي وصلت عند الراديو باتون ليست مهم جدا تلزمنا كثير لان هاي الراديو باتون. خلينا ناخذ اليوم نتعرف على الراديو باتون والمره الجايه ان شاء الله نتعرف على الراديو باتون ليست. الراديو باتون طلع كيف بتكون. تحط انت فيها تكست عادي مثلا مول مثلا مثلا نضيف كمان راديو باتون اد هاي اد وتكمل البقيه مش موضوعنا يعني. بس بتلاحظ اذا بتعمل هسه انت رن ركزوا معي منيح. اذا بتعمل انت هسه هون رن وبتختار انت بس تعمل لود وبتختار المال والاد طلع كيف علم الثنتين صح. هاي حكي كنا نعالجه في الاتش تي ام ال. ذاكرين شباب الاتش تي ام ال كيف كنا نعالجه بالاتش تي ام ال؟ مين يقول لي كيف كنا نعالجه بالاتش تي ام ال؟ الله لا يجبركم بيرفك على بيرفك في كويز. كيف كنا نعالجه في الاتش تي ام ال؟ دور السنجل والمالتيبل شيء زي هيك ولا لا؟ لا مش سنجل ومالتيبل
كنا نعطيه نفس النيم. مالكم سطرين. كنا نعطيهم نفس النيم. واليوم نتشبيها في القصة نعطيهم نفس الجروب نيم. هنا في جروب نيم فتشول عليها إشي جروب نيم شايفينها. اختار أي اسم بدك إياه. الشباب تسميها عبد الله. بس بالعادة نحط رمز إحنا بصراحة شباب. مثلاً جي 1 يعني جروب 1 مثلاً عادي هيك تيجي على هاي وتحط نفس الجروب نيم مثلاً جي ونفس الجروب نيم خلاص بيعرفوا. بس أنت هون شو بدك تعمل دبل كليك مثلاً على المان شو بدك تعمل؟ بعدين عامل رن أنا طبعاً كيبل رن دبل كليك على المان شو بكمل لك هون راديو بتون 1 تشينج أكيد ضرب هاي صح؟ مش هاي ضرب يا شباب؟ شو بنيجي هون نعمل وين الضرب هي هاي الضرب response right copy paste هون ضربنا ارجع على الوفر لاحظ كل واحد له قصة هاي الاد وهاي يا سيد العزيز هاي الاد paste بس هو محل الضرب بدي اعمل جمع ارجع هون اوتو بوست باك ضروري نعملها هاي كمان مره شو شباب ترو عشان يشتغل واوتو بوست باك هون برضه ضروري نعملها ترو اساس انه يشتغل خلصنا بنعمل رن ثمانية وثلاث اد 11 واضحة شباب حد عنده اي سؤال لهون في حد عنده اسئلة يا اخوان طب ماشي مش راح اعطيكم اكثر من هيك بصراحة انا الليست مش راح اقدر اغطيها اليوم رجاء تذكروني في ال ذكروني يا شباب في دروب داون في الراديو باتون ليست ذكروني في الراديو باتون ليست المرة الجاية تنسوش الليلة الكويز الله يعافيك تنسوش الكويز الليلة الساعة 9:30 للطلاب اللي عندهم مشكلة في الكويز أنا بقول الكل يبعث معكم من 9 للعشرة إلى ربع معكم 45 دقيقة تبعثوا الحل مرة ثانية تبعث الحل دكتور بس يعطيك العافية بس إحنا عنا كوز عفوا نتورك بروجرامينج نفس الوقت من أي ساعة لأي ساعة من 9:30 للعشرة طيب أنت من 9 معك تبعثي على 9 خلاص تمام مش تنسوا دكتور لي كوز على النتورك والله ما بعرف نتورك بروجرامينج يعني قصدك التسعة ونص والله بتطلع الموديل بين عندك اي ساعة انا فقط ما بعرفش ايش ولا اسأله ولا بدك تسأله تنسوش يا شباب رجاء هذا الحاضر يعلم الغائب اذا بتعرفوا حدا يعني بلغوه حدا يكتب على المجموعة يخلف عليه اللي بيكتب لي اعلان على المجموعة يخلف عليه انه بتقدر اليوم بس دير بالك ما تغيرش ولا حرف البحث اللي هي اللي بيغير بقعد معاه بتناقش من بزوم وبكل اللي غيرت بس ما فضلش انك تغير او اللي ما وداهوش ما بعثليش يا الحل تبعه ببلغني بعمل معاه اجتماع زوم بجيبكم مره واحده يعني مش كل ساعه مع واحد بنحدد موعد وبنقعد اجتماع زوم دكتور نعم يا ولا يا وفاء دكتور ولاء بدي تحكي لك بس هي المايك عندها معلق احكي عنها انت فبعتت لي حكيت لي احكي لك انه هي امبارح وهي تكتب كانت تكتب على المود المباشر ومش مسيف الحل تبعت لي اياه وبتقعد بجيبكم انتوا الثنتين مع بعض ايش؟ حلو زي ما تحلي انت وفاء اه وبعملكم اجتماع زوم بنرتب لقاء يعني
خلاص إن شاء الله دكتور. ماشي يا إخوان، أعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير.